المدرب اللي يبحث عن الثلاث نقاط ثمينة جدا. تعلمنا بأن هجوم الهلال هو الأقوى والأكثر تسجيلا، وتعلمنا أيضا حتى بزوغ هذه الجولة بأن لاعبوه يصنع ويسجل، لا مانع من استقبال الهدايا من الآخرين. وليد عبد ربه يضع خطأ في مرماه، والهفوات تحدث بكل مجالات الحياة ولا يستحسن تكرارها، أو لنقل يستحسن التعلم منها. وليد أهدى الأقوى هجوما هدفا أول وشارك بصناعة الثاني بعدما أتمها له سرعة الشمراني وبراعة تياغو نيفيز، والهلال يخلص المباراة بثلاثين دقيقة بدون وجع رأس ولا كرات ضائعة سوى بخطأين. والكلمة الأولى لنا كانت عند الهجوم الأقوى، ولكي يثبت لنا بأنه الأقوى وليست الهدايا من تجعلهم يتقدمون، الشمراني يضع الثالثة برشاقة تتطلب مهارة لا مثيل لها. والسؤال يطرح نفسه من جديد، الهلال وغير الهلال، حبة فوق وأخرى تحت، ولا من خط بياني ثابت نراه للأندية السعودية نحو اللقب. والدليل الهدف الرابع للموج الأزرق بطريقة تشبه إلى حد بعيد أفلام هوليود، أو هوليود إذا أحببتم قناتنا الجديدة. نعم، تمخطر داخل الجزاء ولم يبقى إلا الدبكة أثناء التسجيل، فإنهم قد يفعلوها. هذه النتيجة كبرت أم بقيت على حالها؟ وصلت لها أغلب الأندية السعودية، ومن بعدها بأيام تضرب بخسارة غير متوقعة من أندية الوسط أو المؤخرة. وقبل نهاية ديربي الرياض استطاع الشباب أن يضع هدفا شرفيا أجاده البديل مهند عسيري، لم يلغي من ثقل الخسارة بشيء. عمار علي، صدى الملعب.